شي صوفيا البقالي باش جرى في الالعاب الاولمبيه. واش بدا بدايه بطيئه؟ هي نظم التليفون ديالي. بزاف ديال الدراري والله ممكن الخين الامور اللي خصكم تعرفوها، كاين القسم، كاين الموحد المحلي، وكاين الموحد الجوي. بالنسبه للقسم تكون عليه 30%، ملي تنقول القسم تنقصد الدوره الاولى والدوره الثانيه، غتجمعهم تقسمهم على جوج كيعطوك 30%. الموحد المحلي اللي كدوزو بالكم عليه بكري، علاش؟ باش تبداو الخدمه مزيان وتجيبوا نقاط في الفروض مزيان، وتجيبوا في المحلي مزيان، وتجيبوا في الجهوي مزيان. ورحمة الله وبركاته، أحسن تلاميذ في العالم الثالثة إعدادي، مرحبا بكم في أول فيديو في الموسم الجديد 9 شباب. هذا الفيديو هذا غنهضر لكم على كل شيء داكشي كامل اللي كتسولوا لي، غنبدا بالنصائح للتاسعة، كيفاش تفوقوا في الثالثة إعدادي، الأمور والأسرار المهمة اللي خصكم تعرفوها. غنهضروا على المعاملات والمواد اللي يكونوا عندكم، الموحد المحلي، الموحد الجهوي، كيفاش ننجح في الكاتريام، وغنتكلموا على أستاذي معي وشنو كينتظركم معايا هذا الموسم هذا. يلا الإخوان ما تزابوش هذا الفيديو، عافاكم كملوا لي حتى الأخير، أنا عندكم اللاصق وهذاك الشيء اللي نتوما واقفين عليه في هذا الموسم هذا. يلا نبدا على بركه الله بالنصائح. نبداو باول نصيحه شباب اللي خصكم تعرفوها، هو انكم داخلين الموسم الجديد مختلف تماما على البروميير اني والدوزيام اني. السابعه والثامنه بيناتنا كنتو قصارين كيف ما قال بونو في كاس العالم، ها قصارين، توصلنا للتاسعه، دابا غيبدا القاصح. الشباب التاسعه هي الباك الصغيره، والمغاربه تيقولوا اللي ما كيعطيش من القليل ما غيعطيش من الكثير، معنيتها اللي ما غيعطيش في الباك الصغيره اللي التاسعه راه ما غيعطيش الباك الكبيره، متفقين؟ اذا شنو تنطلب منك في هذه النصيحه وشنو بغيت ننصحك؟ بغيتك تدخل القاصح من الديبار تحت الخدمه. شوف انا غنمثل لك البدايه ديال الموسم بحال السباق، راك شتي صوفيا البقالي باش جرى في الالعاب الاولمبيه. واش بدا بدايه بطيئه؟ راه بدا مع الكوكبه، الا بدا بشويه راه غيسبقوه، وملي غيبغي يقلب على الصوره النهائيه ما غيلقاش، متفقين؟ فلا بد الاخوان، ولذلك من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه. اذا مطلوب منا حنا في شهر 9 في شهر 10 نعطيو القاصح الخدمه، لورغانيزاسيون ديال الوقت ديالنا. اي درس درتيه ندير لوتا نلخصو وندير لي زيكزيرس. هذه اول نصيحه الدراري. النصيحه الثانيه اختيار الاصدقاء. الشباب ديما تنقول لكم خمسه الاصدقاء كافيين، ما تبقاوش تكثروا الاصدقاء، ما تكثروش عليكم قوه الجروبات، خمسه الاصدقاء المعايير ديالهم يكونوا احسن منك اخلاقيا ودراسيا، وانت اللي تختارهم ماشي هو اللي يختارك، ماشي هما عفوا اللي يختارك. هذه النصيحه الثانيه وراه في غايه الاهميه، لان الانتوراج الدراري المحيط كياثر علينا، متفقين؟ النصيحه الثالثه الشباب كنت ديما تنهضر لكم عليها، هي نظم التليفون ديالي. بزاف ديال الدراري والله ممكن الخير، بزاف ديال الدراري قادرين يفهموا الماط، قادرين يفهموا الفيزيك، قادرين يقراو مزيان، ولكن المشكله تليفونهم اصاحبي، التليفون ما تيخليش الدراري يقراو، وكاين تلاميذ اللي التليفون تيخليهم يقراو. اذا شنو هو البلان؟ البلان هو قادو لي زابليكاسيون اللي غينفعوني في قرايتي نزلهم، تابونا في القنوات ديال اللي غينفعوني انا براسي. تنقول لكم واخا نتوما تتبعوني في اوتيدي، ما تقول لكم زيدوا قنوات اخرين ديال الماط، زيدوا ديفلوبيو راسكم. نشوف موجودين اصاحبي القنوات الفيزيك اس في تي، واللي كيشوف هذا الفيديو في هذه اللحظه عنده اي قناه يكتبها لتحت نساعدوا خوتنا. اذا تابونا في القنوات، ندخل الجروبات اللي كنشرفوا على اساتذه، ماشي جروبات ديال الدراري فيهم تحميره وفيديوهات ديال ما نعرف. اذا الاخوان هذه النصيحه مهمه، نقاد التليفون ديالي، وللاشاره الى بغيتوا فيديو خاص بهذا الموضوع لتحت في التعليقات كتبوا لي ونعاود ندير لكم، لان دابا انا اش كندير لكم؟ غير تندوقكم كل حاجه، كنعطيكم منها شويه، ولا بغيتوا نتعمق في كل موضوع تكتبوا لي لتحت. اذا هذه النصيحه الثالثه. النصيحه الرابعه الدراري هي لاباز، لاباز اللي غتحتاجوها في التاسع، عافاكم ما بقاش الوقت الا كنتوا كتشوفوا الفيديو بالتاريخ، حاولوا تركزوا، انا هضر على الماط، تركزوا على الدرس الاول ديما تنقولها لكم فقط، ولا زدتو الدرس الثاني لا باس، ولكن ما تمشيش تعمق ليا. بعض التلاميذ مشاو للدرس رقم 7 ورقم 8، لا ولدي راه تنقولها وتنعاودها، انت في التاسعه مازال ما نضجتيش اصاحبي في الماط، ديما نقولها لكم ونعاود نقولها لكم، النضج كيبدا حتى الاولى باك الشباب، اولى باك ثانيه باك عاد كتنضجوا في الرياضيات، لذلك ما مطالبش منكم تخدموا الدرس ديال بيتاغور، الدرس ديال طاليس لا يكون حتى شهر 12، لي زيكواسيون شهر 2، علاش؟ غتخدم الدرس الاول ديال ديفلوبمون فاكتوريزاسيون لي زونتيتي النشر والتعميل، ولا زدتي البويسونس ولا غاسين كاري مزيان، ما زدتيهاش ماشي مشكل، متفقين؟ ولكن لاباز هذه هي النصيحه ديالي، الا عندك مشكل في النشر والتعميل ومتطابقات العامه ترجع من السابعه، الا عندك مشكل من الجذر، الا عندك مشكل ما بين وبين رجع من الثامنه. هاد الساري دابا هاد الفيديو غادي طابي
النشر والتعمير ديفلوبون فاكتوريزاسيون المتطابقات العامه ليزيدونتيتي والسالي معايا غنطلع لك الفيديوهات غادي تتبعهم شرح بسيط وشرح سلس جدا ميمكنش ما تفهمش متفقين اما الا كنتي ما عندكش مشكل في لاباز غتبدا الدرس وغدير واحد التمارين هادي تنتكلم لك في العرض المجاني اما بطبيعه الحال غادي تكون معايا هضره واحده اخرى ندوزو الشباب دابا الموضوع الثاني اللي كيتعلق بالمعاملات والمواد اللي عندكم في الكاتريام وكيفاش غننجح استاذ ثم بعد ما نجحوا في التاسع اشنو تابعنا علمي ادبي تقني الافاق اللي جاي من بعد ركزوا معايا في هذا المحور الدراري يلا على بركه الله الشباب نتوما اللي كنتو كتقراو في السبعه والثامنه المواد اللي كنتو كتقراو راه تبقى عندكم في الكاتريم حتى شي ما غتبدل العربيه الفرنسيه الرياضيات فيزيك اس في تي الرياضه داكشي كامل اللي كنتو كتقراو وتعاودوا تقراو متفقين اللي غيختلفوا من المعاملات الى عقلتوا في السبعه والثامنه مثلا الماط كان المعامل ديالو خمسه دابا في الدوره الاولى كلشي واحد كلشي واحد كلشي مهم تخدم الماط والفيزيك واس في تي والعربيه والرياضه كلشي خصك تخدم هنا بعض التلاميذ راه تنعرفهم ذكيين يقول لك استاذ اذا هادشي كيعني بانه ماشي زعما مهم الماط حيت معامله واحد بحال وبحال تربيه اسلاميه تربيه تشكيليه بحال السبور هنا غادي هنا غتقول باكبر تقوليب علاش لان الماط اللي غتخدمو في الدوره الاولى غتحتاجو في الدوره الثانيه اللي غيولي معامل ثلاثه والدراري كيسقطو بسبب الماط وسير سول سلم جرب لا تسال الطبيب المعامل ثلاثه في الدوره الثانيه الماط غتحتاج وانت الا ما خدمتيش في الدوره الاولى الدروس الماط ما غتفهمش دروس الدوره الثانيه ونعطيك مثال انت ملي غتبدا الدوره الثانيه شنو هو اول درس غتبدا به في الماط المعادلات والمتراجعات لي زيكواسيون زينكواسيون وهاد لي زيكواسيون لي زينكواسيون شنو غيطلبوا منك غيطلبوا منك تعرف تنشر وتعرف دير تعميل ديفلوبمون فاكتوريزاسيون وتعرف المتطابقات العامه لي زيدونتيتي وهادو غتقراهم في الدوره الاولى لذلك لا باز اللي غتقرا في الدوره الاولى تبعك الدوره الثانيه صحيح المعامل واحد الدوره الاولى ولكن الا ما شديتيش داكشي مزيان غياثر عليك في الدوره الثانيه هادشي اللي كنهضر لك هنا في الماط سبحان الله المواد اخرين شي شويه ولكن الماط هو بوم اذا هاد الهضره كتعني بان كلشي مهم وجد راسك الدوره الثانيه معامل ثلاثه الماط الفرنسي ثلاثه والعربي ثلاثه وباقي المواد راه تيبقى فقط واحد متفقين اذا هادو هما بالنسبه للمعاملات نسبه النجاح الشباب عندكم ثلاثه ديال الامور اللي خصكم تعرفوها كاين القسم كاين الموحد المحلي وكاين الموحد الجوي بالنسبه للقسم تكون عليه 30% ملي تنقول القسم تنقصد الدوره الاولى والدوره الثانيه غتجمعهم تقسمهم على جوج كيعطوك 30% الموحد المحلي اللي كدوزو في الدوره الاولى عليه 30% والجهوي كدوزو في الدوره الثانيه عليه 40% ولو بغيتي تقول لي استاذ كيفاش ممكن ننجح ممكن تنجح بالقسم المحلي ماشي بالجهوي الجهوي ولدي العزيز ملي تيمشيو له التلاميذ تيمشيو ناجحين تيمشيو يقلبوا غير يطلعوا النقاط وياك تعول على الجهوي نجحك الجهوي تكون صعيب فبالتالي الضرب في القسم علاش انا قلت لك تبدا مزيان خاصك تبدا قاصح الفروض تضرب فيهم القسم والمحلي والمحلي تكون شويه سهل كدوزو في مدرستكم كدوزو فيه الدروس ديال الدوره الاولى تكون ميسر شويه اذا الخدمه في القسم الخدمه في المحلي باش 60% تكون ناجح تمشي للجهوي غير باش تطلع النقاط ديالك سي بون مزيان بقات لي النقطه المواليه الشباب اللي كتعلق بالنجاح بغيتكم هذا العام هذا ما تبرسطوش راسكم استاذ واش غندير علمي واش غندير ادبي واش غندير تقني بلا ما تبرسطوا راسكم هادشي ما غيبان لكمش دابا هادشي غيبان لكم تقريبا شهر جوج شهر ثلاثه عاد يبان لكم علاش حتى تخدموا حتى تكتشفوا الدروس حتى تكتشفوا الماط ديال التسعه كيفاش داير تكتشفوا الفيزيك لا علاقه بالفيزيك السابعه والثامنه تكتشفوا بزاف ديال الامور من بعد نتوما غتختاروا واش علمي واش ادبي واش تقني حتى تستنئي شهاديه وكاين حاجه اخرى مهمه الدراري هي مدرسه التميز وهذه المدرسه ديال محمد السادس نصره الله لي سي ديكسيلونس اللي كاينه في بن قرير ربما الفرع ديال الدار في الرباط خاصكم الا كنتو بغيتو فريمون تقراو فيها خاصكم تضربوا نقاط في القسم وتضربوا نقاط في المحلي وتضربوا في الجهوي علاش كنقول لك اولاد الهضره هذه باش توجد راسك من بكري الا كنتي باغي تدفع مدرسه التميز اللي تيقراو فيها المتميزين في المغرب ماشي بحال هاد تقراش معايا انا تقرا مع الناس اللي ما تقراش مع داك اللي تيجلس اللور في الطاوله تيبقى داير بحالك ما كاينش هذاك كاين غير الناس غير الخدمه الخدمه والاساتذه والبيئة تما زوينة متفقين هادشي تنقولو لك بكري يا ولدي حمد الله كتسمعو في هاد الوقيتة باش تزير راسك
باش تخدم من بكري باش ان شاء الله علاش لازم تدفع من دراسه ديال التميز. نمشي دابا الدراري نهضر لكم علاش على استاذي معي هذا الموسم الشباب غيكون عندي تركيز معكم كبير. وجدوا راسكم باش نقول لكم من الاخر غادي نركز معكم بزاف نتوما التاسع بزاف بزاف بزاف. شفتوا العام اللي فات خوتكم اللي سبقوكم كنا درنا التحدي ديال 20 لايف شحال وصلنا؟ وصلنا 34 لايف في الامتحان الجاوة ياك. وعقلتوا على اخر لايف اللي كنتوا حضرتوا له لايف مع 6 صباح كانت خدمة خطيرة والدراري غيمشيو يدوزوا الامتحان مع 8 وحنا مع الساشة عليه اللايف تنخدموا معاهم في اخر لحظات. نتوما ما يكونش هذا الشيء غيكون كثر منه غيكون كثر منه لا اللايف اش منك يا فيديوهات اش منك يا حصص يا التمارين هذا الشيء في العرض المجاني. اما في عرض بسم الله في استاذي معي عالم اخر يناديك هذيك شي حاجه اخرى هذاك برنامج اخر الهربه الهربه على الواتساب لتحت مرحبا بك. متفقين؟ اذا وجدوا لي راسكم انا معاكم في التاسعه هذا العام انا معاكم في الخدمه وبغيتكم تزيروا لي راسكم وغادي يكون الخير ان شاء الله الشباب. وكيف قلت لكم في الاول عافاكم الباك الصغيره غتبغي منها مجهود غتبغي منها خدمه صافي. اذا ما بقى لي حتى شي حاجه نتمنى نكون قلت لكم كل شيء. الشباب بارطاجيو هذا الفيديو للماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل التلاميذ ديال المغرب كاملين. وبغيت نشكر بعدا الاباء والامهات باش ما ننسى على التشبع ديالكم الدعوه ديالكم الزوينه من القلب الشباب بزاف 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 ديال الشكر لكم. وبغيت نقول لكم دائما استاذي معي كانت معكم ومازال معكم ومازال وليداتكم والجينيراسيون اللي طالعه غادي نرافقكم ان شاء الله من لاباز حتى للاحتراف. السلام عليكم.